مدينة أكثر من 50% من الناس بيستخدموا البسكليت كمواصلات يومية، كيف تم ذلك وهم في القرن العشرين وهم مو فقراء، مو من الفقر، ولكن من الفكر أنه هذا أحسن لهم، أحسن لصحتهم وأحسن لبيئتهم. أخذين الموضوع بجدية أنه ما في شيء اسمه خلاص يلا أركب بسكليت، بدربوهم عليه من الحضانة. كيف وصلوا الهولنديين إلى أنه يكون موضوع البسكليتات ثقافة شعب والكل ملتزم وكله ماشي على النظام؟ يبدأوا من هنا. هل ممكن تدريب هذا العمر في موضوع البسكليتات وأنظمة المرور؟ سنتين لثلاثة سنوات حتى ولا وصلوا أربعة. هنشوف كيف اليوم في كينتر جاردن اللي هي حضانة باختصار. حضانة أنت؟ حضانة؟ حضانة أنت؟ أنت حضانة؟ ومن هذا السن تبدأ رحلة البسكليتات في هولندا. فهذا كلها محطوطة مؤقتاً في المدرسة، بتتحط وبتتشال حسب الحاجة. فهنا عاملين زي ميدان، وهنا عبور المشاة علشان يعلموا الأولاد هذه المبادئ. هنا المكان المخصص للبسكليتات، وحتلاحظوا حتى اللون عاملين اللون قريب من اللي في الشوارع تقريباً على أحمر، برضو عشان الصغير من هذا السن يبدأ يستوعب الأمور البسيطة دي. شوفوا بتدربوا على موضوع المشاة من العمر ده. إشارة إيش؟ شارع حمراء معناها هتعدي الشارع. شوف دحين خضرة، عدوا دول، استنوهم بعدين هيمشوا. هذا البوليس، يعني انه بوليس. فهنا بدربوهم على انه يسمعوا كلام البوليس. يا شديد. نو انت البوليس ماشي. صدق نفسه. حسب متعة السلطة. السلطة انه يعني هو المسيطر على الوضع. هو اللي ماسك الموضوع هنا. فهذه خلاصة الموضوع. من الحضانة ومن الروضة ومن الأولى ابتدائي الأولاد بيتدربوا على ركوب البسكليت، وبعدين فيه لازم شهادات. كل الأولاد لما يوصلوا للثانوي لازم يسووا اختبار. الأولاد بتصفوا هنا، بيدخلوا كل واحد بياخد واحدة من البسكليتات. لاحظوا كيف كل واحد لابس فيست للسلامة، برضو هذا علشان يبان في الترافيك سيارات تشوفه بشكل جيد. مسارات واضحة لازم يعدوها، وفي ناس متطوعين بيوقفوا في أماكن متعددة وبياخدوا نوتس على الناس اللي قاعدة تختبر اختبار سواقة البسكليت. يعني برضو موضوع عادة ما بنفكر فيه. طيب في المسار تقريبا 7 إلى 10 محطات مختلفة، في كل محطة في واحد مسؤول بيختبر الأولاد في هذه المحطة إنهم بسووها صح. عشان فينا في كان بفيت كون اللي موشوا ده مو تيجي لانشوا. فهنا ما ينفع يوقفوا هنا، لأنه هنا اللي حيلوف يمين. بس أراد بالضبط هنا حيلوف يمين، فلازم يوقفوا هنا. هنشوفهم دحين هيجوا من هناك إن شاء الله، والمفروض يجوا من هنا، وبعدين من هنا حيلفوا يمين بناء على الإشارة دي. لاحظوا إيش حيسووا كلهم لما يلفوا يمين. لاحظوا وتفكروا. وحنلاحظ أنه التدريب هذا ما جاء بين يوم وليلة، يعني هذه ثقافة موجودة من زمان. شوفوا الصور هذه أو المقاطع من أبيض وأسود من قبل الحرب العالمية الثانية، أظن في الأربعينات ولا الثلاثينات من القرن الماضي، وهم عندهم نظام الاختبارات ده في الشوارع موجود قديم جدا. So all kinds of people use a bicycle in Holland. Rich, poor, doesn't mean everybody has bicycles. I just spoke with my colleague. I asked her how many bike do you have for yourself. She have 4 bikes. She has 4 bikes. 4 bikes. Okay. So for the weekend and during the day. A bike for the weekend. For the weekend, yes. بسكليتة للويكند، بسكليتة لحق أيام الأسبوع يعني. Different bikes. Yeah. هذه واحدة من الأسباب إنه ما عندهم سمنة، يعني عددهم تشوفوا أغلبهم ما في موضوع السمنة. ليه؟ لأنه بتحركوا كل طبقات المجتمع. إحنا في واحدة من أزحم التقاطعات في أمستردام، والناس قاعدة تستخدم كل وسائل المواصلات. في ناس ماشية، ناس بالسيارات، وناس كالمعتاد بالبسكليتات. الشاهد هنا من باب التنظيم أنه عندهم إشارة مخصوص للبسكليتات، وطبعاً الممر حق البسكليتات
مخصوص. شوف كمية الناس اللي قاعد تستخدم البسكليت رايحة جاية، وهذا غير ممر المشاة والإشارة حقة المشاة، منفصلة مستقلة. We're on top of parking. Parking, yes. That's a parking for bikes. This parking flat. Parking. Parking building. Parking building. Yes. مبنى للمواقف. Okay. How many bikes are we talking about here? This flat is for 2,500 bikes, but today there are 4,000. 4,000. Yes. How do you know? We count. You count? Yes. كيف يعني you count? How do you count, Ian? Someone. Yes, the waiter, the people are downstairs are walking by and they count the bicycles. نظرة تفكرية في الدراجات حول العالم. طبعا ما في شك عاصمة الدراجات في العالم هي هولندا. كل شخص في هولندا يملك دراجة. عدد الدراجات يساوي ضعف عدد السيارات. دولة أخرى متميزة في هذا الموضوع وهي الصين. أكبر عدد دراجات في العالم موجود في الصين، وذلك بسبب بنية تحتية أيضا. عدد الدراجات في الصين لوحدها تخيلوا 400 مليون دراجة. الدنمارك أيضا من المتميزين في هذا الموضوع، ثلث العاملين في الدنمارك يذهبون إلى عملهم بالدراجة. أستراليا مدينة بيرث لوحدها تملك 700 كيلومتر من طرق الدراجات المعبدة. فأنا شفنا جهاز ببيع أشياء زي ATM، زي فندنج ماشين، ببيع أشياء غريبة كذا صغيرة في كيس. تعال في فندنج ماشين غريب هنا، تعال. أنا قلت في شيء حيكون غريب في المكان ده. طيب هذا عبارة عن صفغي. مين صفغي؟ صفغي is this a chain يعني ولا إيش؟ تعال يا محمد أفتي. I think this is at night. Let's buy one علشان we feel it. Maybe if we feel it. يلا let's buy one. زي اللي جاي من ال أيوة. طب ما نفهمنا انها لايت. لا دي عشان في مش فاهم يعني مش كله تعال نشوف ايش ممكن. Give us a hint. Don't give a. What do you use on your car if it get dark? A light. What do you use on your bicycle if it get dark? There's bike from the front. But it doesn't work. What then? If it doesn't work? If it doesn't work, what do you use? And you can get the ticket here. If you don't have a light and the police see them. If you're driving a bike at night and you don't have a light, yes, you get a ticket. طيب إذا بياخذوا تيكت إذا راكبين البسكليت في الليل بدون نور. فعندهم الفندنج ماشين دي إنه لو بسكليتك خرب فيه النور بدال ما تتعطل وتروح لمحل وتغير اللمبة تشتري الأشياء دي الصغيرة وتعلقها. طبعا قال لي 50 يورو الغرامة لو أنت ماشي بالبسكليت في الشارع وما أنت منور النور، 50 يورو غرامة. فهذا ميزته إنه تحطه في أي مكان وينور لك. فهنحطه مثلا هنا، تمام؟ اوكي. وهذا النور الاحمر اللي ورا مثلا هنا كده. ايوه تمام. وهذا النور هنا الابيض. وبعدين انتهينا. يركب بسكليت يكون جاهز انه أيضاً شوفوا أنواع البسكليتات. أنواع البسكليتات الهولندي عنده لكل حاجة بسكليت، يعني عندهم شوفوا بلا ما حتكلم كثير بس شوفوا الأنواع. نوع للآباء والأمهات بمقاعد خلفية للأطفال أعمار 3 إلى 5 سنوات. بسكليت كهربائي يساعد الراكب أنه يسوق بدون جهد كبير. بسكليتة براكب أمامي مستر عمر. نوع بمقعد أمامي للأطفال يسع طفلين. بسكليتة سريعة للسباق. ففي محلات في هولندا ضخمة للبسكليت، فروحنا لوحدة المحلات طبقين. ومن العجيب في المحل ده اللي شفناه صدفة سبحان الله، عاملين اختراع أنه طيب انت دحين بيبيعوا الفيستس او اللبس حق اللي ممكن تلبسه علشان الشتاء. كيف تعرف انه هذا كويس بالنسبة لك لو انت راكب البسكليت والهواء جاي عليك في البرد
فكيف تتخيل انه هذا مريح لك ولا ما هو مريح، بدفيك ولا ما بدفيك؟ فعاملين جهاز وينتونو من امستردام. طيب هنجرب الوينتونو. So I you hop on the bike. Okay. Try to feel the position, the jacket. If it's okay. وينتونو. والله العظيم الناس دي على اشياء. العقل البشري الذي يعني هدى لهذا. اوكي. بعدين تشغل الهواء. هنا يبدا يطلع الهواء من هنا. الان الهواء خفيف، تقدر تتحكم في سرعه الهواء. الله. واو. علشان تتخيل الهواء طيب الهدف من الاختبار ده ايش؟ هل دفاك بشكل كافي لما يكون الهواء جاي اذا انت ماشي بالبسكليت بشكل سريع؟ تتخيل، مو تتخيل، تحس، ما في تخيل دي، تحس فعلا الهواء كيف وهل مناسب في التدفئه الجاكيت ولا لا علشان تشتريه وانت واثق. حاطين هنا لوحه انه ممنوع الوقوف هنا من 22 ابريل الى 30 ابريل لانه عندهم مناسبه معينه. فورا بيجوا بيشيلوا كل البسكليتات وبيحطوها في السياره هنا. فوضع القانون ثم تطبيقه، وتطبيقه على ايش؟ على الكل. ما في بسكليته في اي بي هنا ما تتلمس. الكل بيتشال والكل بيتسحب. طيب فهذه البسكليتات كلها خلصت. السؤال دحين البسكليتات دي فين حتروح؟ فين حتروح؟ حتروح هناك. نوريكم هناك. 10,000 بسكوليتا في المكان ده. 10,000. 10,000. إيش قاعدة تسوي؟ هنشوف مع مستر مارتن. طيب فبتجلس هنا 3 شهور حفاظاً على حقوق وممتلكات الناس. بيقولوا لهم 3 شهور عندكم. يا تاخدوها يا حنعتبرها خلاص ممتلكات عامة تعود إلى الدولة. So 3 months there. Yes. No one collect them. You they take come yes. here. Yes. The good bikes. What do you do with them? For charity, and they work on the bicycle. So this, for example. Yes. This will be going to Africa. Yes. Interesting. Yeah. Why? Who started this? Why are you doing this charity? Because we want to give something back to the people. We get the bikes off the street, so we can make people in other countries happy. الخير في الناس، في فطرة الناس البشرية الطبيعية. إذا فيها خير هتلاقيها. قال لي give back to the people. ولما قال people مين قصده people؟ people of the world. فهذه حيركبها واحد في بلاد معدومة في أفريقيا جاية من أمستردام. طيب سؤال الواحد قد يتساءله، طيب بسكليتة وموضوع الجو كيف؟ هل الجو سبب أنه الواحد ما يركب بسكليت؟ نلاقي أنه نفس برضو البسكليتات رايحة جاية حتى في وسط الشتاء. في وسط الشتاء هتلاقوا التلج في كل مكان، ومع ذلك هتلاقيهم متدفئين ومغطين نفسهم ومغطين رقبتهم ولابسين جاكيتات، وأيضا يمارسوا الثقافة حقت ركوب البسكليتات في تنقلاتهم إلى العمل وإلى المنزل وإلى أماكن أخرى في هولندا. فالجو ما منعهم. البلاد الأخرى اللي فيها حر هتلاقي أنه كل بلد كل مدينة عندها 4-5 شهور، بعض البلاد 7-8 شهور من السنة الجو فيها بين بارد وبين ربيعي وما هو حر لدرجة تمنع من ركوب البسكليتات. في بذور لإيجابيات في العالم العربي لناس برضو فكروا واستوعبوا نفس اللي استوعبوه الهولنديين، ولكن أعدادهم أقل ولكنهم موجودين، ونبرز دائما الإيجابيات عندما توجد. ففي مثلا إيجابية في جدة، في فريق جدة سايكلس أوكي تمام. عرفنا على نفسك شوي. متحف حياك. عرفنا على الجمعية سريعا. نحن جمعية شباب هواة. بنطمح انه نخلي رياضة الدراجة الخيار الاول عند كل الناس. ممتاز. دراستي برا.
خمس سنين كلها كاملة كنت ما استخدم الا دراجة. فين هذا؟ في اي بلد؟ في لندن. في لندن. ولكن جيت هنا انحرمت منها، والسبب الرئيسي انه هو الشعب عندك او الكلتشر ما يستلطف فكرة انك انت تركب دراجة وتروح تنتقل من مكان لمكان. ليه يا اخي؟ ما عنده فلوس مثلا، او ليه مقاصر معاله؟ ففي ربط بين الدراجة والفقر. بالضبط. انه اللي بيركب دراجة علشان يتنقل عادة الفقير. ايوه، وعشان كذا برضو عند اللفات بالذات لازم نهدين انتبه للسيارات، لانه هنا لسه زي ما قلنا انه ثقافة الدراجة ما منتشرة كثير مرة. أي. فانت لازم تعمل حسابك انه السيارات ما بتفهم لك على طول، ممكن بعض الناس الله يهديها بترمي قوارير علينا. عجيب. يسقط كذا بسيارة. أوكي. يعطيك بوري، يفجعك، يطلع راسه من الشباك، بس اتس اوكي يعني. ننطلق يلا. كذا كويس. يلا بسم الله. طيب بالنسبه للروت، بليز اول شيء بدنا كل اثنين يمشوا مع بعض. Every two guys speed together, no overtaking. Our speed will be low today for خواتق will be at 20. يا سلام يا سلام. Thank you thank you. يلا. Okay, are you ready? Yes. Just the cyclists. الآن ماشيين في مسار السيارات، وهذا يعتبر في خطر، لذلك عاملين السيارة اللي مسمينها سيارة الأمان اللي موجودة وراء السايكلست عشان توفر لهم الأمان لانعدام وجود اللين. فلو كان اللين موجود المتخصص ما كان يحتاجوا سيارة. فشوفوا التنسيق جميل، تنسيق كويس يا مستر مدحت. هذا إيش معناه؟ هذه سلو داون. أي طيب. فأيضا مرتبين موضوع الحركات، بس بدون ما ندخل في المال. نتعلم. جدة سايكلست. يلا يعطيكم العافيه. عندكم علامه كده باليد ولا للبسكليت؟ بس دايره كده ولا ما عندكم شيء لل... طب اخترعوا. يلا دايره بسكليت. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا، وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا، ظلمة جهل نتحرى، لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميز أن نتفكر.